مجلس الوزراء يناقش في اجتماعه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والترسيم الإداري الجديد للمحافظات. تصاعد حتة التوتر في القدس المحتلة عقب حادث المعبد اليهودي، وسلطات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني المسؤول عن هذا الهجوم. قصف جوي مكثف يستهدف تجمعات لتنظيم داعش في الموصل، والأمم المتحدة تقول إن جرائم داعش في العراق ترقى لحجم الإبادة الجماعية. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم، أهلا بحضراتكم. وإلى تفاصيل الأخبار، ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي والذي ناقش اجتماع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد المقترحات والآراء التي تم الأخذ بها من الأحزاب والتحالفات التي التقاها رئيس الوزراء. كما ناقش الاجتماع أيضا الترسيم الإداري الجديد للمحافظات واستعدادات الحكومة لمؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل. ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقائية وشؤون مجلس النواب أنه سيتم اليوم عرض تصور خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بشأن قرب اكتمال مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار الهنيدي إلى أن اعتماد الترسيم الجديد للمحافظات سيترتب عليه تأخر الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر من أسبوع إلى أسبوعين، وإن التعديل وفقا لهذا الوضع سيشمل من 4 إلى 5 محافظات. وأضاف أن مشروع قانون تقسيم الدوائر تم إعداده وفقا للتقسيم الإداري القديم، وإنه في حالة عدم اعتماد ترسيم الحدود فإن مشروع قانون تقسيم الدوائر يعتبر شبه جاهز للإصدار. هذا وقد وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ضمن جولة أوروبية شملت فرنسا وبريطانيا. ويشارك شكري في منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال في كوبنهاجن والذي يعقد اليوم وغدا. ويلقي شكري كلمة في الاجتماع تتناول الموقف المصري تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصومال، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد والمساعدات المقدمة من مصر للشعب الصومالي. وللمزيد من المتابعة حول جولة السيد وزير الخارجية انضم إلينا مباشرة السيد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. سيادة السفير، يعني جولات مكوكية للسيد وزير الخارجية بدأت بفرنسا بلقائه وزير الخارجية السعودية، وكذلك انتقاله إلى بريطانيا ولقائه السيد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي. أبرز ما تمخض عن هذه اللقاءات يا فندم؟ يعني هذه اللقاءات بطبيعة الحال كانت فرصة هامة جدا للتشاور مع سمو الأمير سعود الفيصل ومع وزير خارجية كيري ومع الوزير البريطاني فيليب هاموند ومستشار الأمن القومي البريطاني أيضا حول القضايا الهامة التي يعني تهم مصر وتمس مصالحها ومصالح المنطقة، وده طبعا مؤشر على استعادة مصر لدورها الإقليمي بشكل كامل. فكان في رغبة هامة جدا من وزراء الخارجية للاستماع إلى الرؤية المصرية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، التصعيد الخطير الراهن في القدس الشرقية، الأزمة السورية، الأوضاع في العراق. يعني كانت هذه ملفات هامة جدا وتم مناقشتها بشكل مستفيض، وتم طرح السيد وزير الخارجية الرؤية المصرية إزاء هذه الملفات الإقليمية، واستمع ايضا الى يعني رؤى وزراء خارجيه المملكه العربيه السعوديه وبريطانيا والولايات المتحده. نعم. طيب سيادة السفير، يعني الان سيادة الوزير في اللقاءات التي تخص المؤتمر حول الصومال فوصل العاصمه كوبنهاجن، يعني هل هناك من لقاءات ايضا ثنائيه او الموضوع سيشتمل على لقاءات موسعه حول الجانب الصومالي فقط؟ بطبيعه الحال يعني السيد وزير خارجيه اولا يعني خلال الساعتين القادمتين سيلقي كلمة مصر أمام المنتدى الوزاري الرفيع المستوى حول الصومال،
سأطرح في كلماتي الموقف المصري إزاء التطورات السياسية والأمنية في الصومال، الدعم الكامل الذي تقدمه مصر للحكومة الصومالية في مواجهتها ضد الإرهاب الذي يمثله تنظيم شباب المجاهدين وغيرهم، وأيضا الرؤية المصرية لدعم جهود الحكومة الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار هناك، كما استعرض بشكل مفصل لبرامج المساعدات الفنية والمادية التي تقدمها مصر للحكومة الصومالية. وبطبيعة الحال على هامش أعمال هذا المنتدى سيجري الوزير سامح شكري لقاءات ومشاورات ثنائية مع وزراء الخارجية المشاركين في هذا المنتدى الهام. شكرا جزيلا سيادة السفير الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سامح شكري لعدد من الدول الأوروبية. أسفرت الحملة الأمنية بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن مقتل أحد العناصر الإرهابية وضبط 24 مشتبها بهم. وقد أعلنت المصادر الأمنية أن الحملة الأمنية استهدفت عددا من المناطق بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح حيث تم مقتل أحد العناصر التكفيرية، كما تم حرق وتدمير 11 بؤرة إرهابية من المنازل والأوكار التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد لانطلاق تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. وأشارت المصادر لأنه في إطار إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح تم تدمير نحو 24 منزلا من المنطقة الحدودية بعد إخلائها. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية التخابر الكبرى، وذلك الاستكمال الاستماع إلى مرافعة نيابة العامة في القضية التي تأتي المحاكمة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، كذلك إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تستأنف اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتورا محاكمة 80 متهما بينهم ممدوح إسماعيل في قضية أحداث روض الفرج. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالقتل العمدي والشروع في القتل وتجدير السلم والأمن العام، كذلك الانضمام إلى جماعات إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج في شهر أغسطس الماضي. ترأس شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب الاجتماع الأول لمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري. وقال الطيب إن بيت الزكاة والصدقات هيئة مستقلة شرعية لا دخل لها بأي هيئة أو نظام وزاري، وأن أول مهمة ستقوم بها وسداد ديون الغارمين. في إطار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بإنشاء بيت الزكاة والصدقات المصرية، عقد الاجتماع الأول لمجلس الأمناء برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمناقشة الخطوات التنفيذية لاستكمال الإطار المؤسسي والتشريعي للبيت. ويأتي قرار إنشاء بيت الزكاة والصدقات للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة والخدمات للفئات الأولى بالرعاية من خلال التشجيع على أداء فريضة الزكاة، فضلا عن تنمية وعي الفرد بأهمية المساهمة بالتبرعات كأحد سبل تحقيق العدالة. هدفه خدمة الفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب المصري، وأيضا المشاركة في كل ما يصب في مصلحة هذه الطبقة من تنمية، من أعمال، من مساعدات، من علاج. ويؤكد أعضاء مجلس الأمناء أن البيت سيساهم في بناء الاقتصاد عن طريق مشروعات تنموية صغيرة مضرة للدخل وإنشاء مشروعات محلية تهدف إلى تشغيل العاطلين في بعض المهن الحرة التي تتميز بها بعض المناطق الفقيرة خاصة في المناطق الريفية. البيت مؤكس أساسا كما قال فضيلة الإمام لخدمة الفقراء، وفضيلة الإمام قرر الأزهر أن يدفع الآن
المبالغ التي على مجموعة من الغائمين والغائمات كخطوة انطلاق أولى للبيت من مشيخة الأزهر الشريف، وسنهتم بالجوانب الصحية والتعليمية وكل ما يصب في خانة الفقهاء إن شاء الله. ويهدف البيت لأن يكون جهة موثوقا بها للإجابة عن كافة تساؤلات الأفراد حول شروط وجوب الزكاة وآلية دفعها واستثمارها وحسابها وأنواعها ومصارفها، لرد على إجابة على الأسئلة كلها اللي تسأل. وتعرفون أنتم مصر ما شاء الله كلها علماء يعني ومشايخ، والأزهر كبير في علماء أو كبير في مشايخ. ويختص مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات برسم السياسة العامة للبيت وتحديد أوجه استثمار أمواله وإقرار مشروع الموازنة السنوية له وحسابه الختامي، بالإضافة إلى إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت. من مقر مشيخة الأزهر على منتصر النيل. وعودة من جديد لأنباء المحاكمات، ونبأ محكمة جنايات شمال القاهرة منعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطورة ومحاكمة 80 متهما بينهم ممدوح إسماعيل في قضية أحداث روض الفرج. ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل هشام حامد. هشام، كيف تتابع وقائع هذه الجلسة؟ نعم، يعني قبل أن نتحدث عن جلسة محاكمة أحداث روض الفرج والتي لم تبدأ بعد، قبل دقائق معدودة بدأت محاكمة الإرهابي محمد الزواهري و67 آخرين من المتهمين في القضية المعروفة بإنشاء خلية إرهابية تزعمها الزواهري بحجة أيمن الزواهري زعيم تنظيم القاعدة. الآن يقوم المستشار محمد شيرين فهمي رئيس هيئة المحكمة يعني إثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع. كما نعلم يعني الجلسة السابقة قد شهدت عدم حضور دفاع بعض المتهمين، فأمرت المحكمة بانتداب 4 محامين ممن عليهم الدور في نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين، وأمرت بإحالة المحامين 4 المتغيبين إلى المحكمة التأديبية. جلسة اليوم في هذه القضية مخصصة لاستكمال سماع شهود الإثبات والتي كانت قد بدأت خلال الجلسة الماضية. أما فيما يتعلق بالقضية المتعلقة بأحداث روض الفرج فهي يعني حتى الآن لم تبدأ، ولكن يعني كما نعلم أن كانت هناك جلسة بالأمس قام خلالها الدفاع عن المتهمين بتقديم عدة طلبات لهيئة المحكمة، منها يعني الطلب من هيئة المحكمة بالانتقال بنفسها إلى مكان الجريمة لمعاينتها بعد زعم هيئة الدفاع أن النيابة العامة لم تعاين موقع الجريمة واكتفت فقط بتحريات المباحث. كما تمسك الدفاع أيضا بإعادة استجواب شهود الإثبات من الأول إلى السابع، وكذلك إعادة تشريح جثة المجني عليه إبراهيم سيد عبد اللطيف للتأكد من أن الأسلحة المستخدمة في مقتله مطابقة لما قدمته النيابة من أوراق. على كل يعني نحن في انتظار انتهاء جلسة محاكمة الظاهري لتبدأ بعدها جلسة محاكمة أو القضية المعروفة بأحداث روض الفرج. نعم، من معهد أمناء الشرطة مراسل النيل هشام حامد، شكرا جزيلا لك. وما زلنا مع حضراتكم في ملف المحاكمات، وبالعودة إلى الخبر الخاص بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قادات الإخوان. والآن إلى مقر أكاديمية الشرطة مع الزميل محمد علوي متابع لنا الحدث من مقر أكاديمية الشرطة. محمد، تحية لك. أولا، أبرز ما جاء في هذه الجلسة إذا كانت قد بدأت بالفعل، وأبرز ما دار فيها. عمر، تحياتي إليك ومشاهدي النيل. بالفعل بدأت الجلسة منذ ساعة تقريبا. جلسة اليوم خصصت الهيئة الموقرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري الاستكمال إلى مرافعة النيابة العامة. جلسة الأمس كانت مخصصة أيضا إلى الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. تحدث المستشار تامر فرجاني ممثل النيابة وقام بعرض للتاريخ الأسود للجماعة الإرهابية. واليوم بدأت الجلسة بمرافعة المستشار خالد ضياء ممثل النيابة، والذي تحدث عن العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين الجناح العسكري لهذه الجماعة وهي حركة حماس. أكد على رصد اتصالات هاتفية بين المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي اللي كان متواجد في يناير 2011 في دولة تركيا، وأكد على التخابر بين المعزول مرسي وبين أحمد عبد العاطي. أكد أيضا على رصد
اتصالات هاتفية ولقاءات بين خيرة شاطر وبين خالد مشعل في قبل الانتخابات الرئاسية في 2012، والتأكيد من خيرة الشاطر على أنه في حال عدم نجاح مرشح الجماعة القيام بأعمال إرهابية وجرائم قتل وإثارة الفوضى بالبلاد. أكد أيضا على لقاءات بين المتهم محمد خيرة الشاطر وبين لقاءات بين سفراء دول أجنبية. أكد على تلقي مجموعات من الجماعة الإرهابية التدريب والتسلل من مصر إلى داخل قطاع غزة، والتدريب هناك بالأسلحة الثقيلة من خلال أعضاء من حزب الله اللبناني وأيضا أعضاء من دولة إيران. هكذا أكد المستشار خالد ضياء التدريب بالأسلحة الثقيلة. أكد في إشارة في غاية الأهمية عن تمويل هذه العمليات وهذه الجماعة الإرهابية، أكد على أن بعض المؤتمرات تعقد تحت اسم نصرة غزة. هذه المؤتمرات بيتم من خلالها تجميع عدد كبير من الأموال، بيتم شراء الأسلحة والتي أكد المستشار خالد ضياء أنها بيتم كان تهريبها في 2012 عن طريق دولة ليبيا. المرافعة مستمرة حتى هذه اللحظة عمر، سيستمر بعد ذلك المستشار محمد وجيه ممثل النيابة العامة، ثم بعد ذلك المستشار عماد العشري، وتنتهي بذلك مرافعة النيابة العامة اليوم. نعم. بالتأكيد سيتم التأجيل إلى جلسة الأسبوع القادم. شكرا جزيلا للزميل محمد علوي متابعا لنا الحدث في أكاديمية الشرطة حول محاكمة الرئيس المعزول وبعض قيادات الإخوان، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى الشأن الفلسطيني، حيث تسود القدس المحتلة حالة من التوتر بعد مقتل 5 إسرائيليين في هجوم على معبد إسرائيلي نفذه فلسطينيان. وقد أفادت مصادر بأن مستوطنين قد أطلقوا الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين في حي الطور بالقدس المحتلة، كما طعن مستوطن إسرائيلي شابا فلسطينيا في حي المسرارة وذلك في المدينة، وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة كنار. وقد اندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة جنوب غرب مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما تسبب بإصابات بالغة للمواطنين بحالات اختناق. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة ثروة شقرة مراسلة النيل. ثروة، آخر تطورات الوضع لديك حتى الآن؟ نبدأ بالأوضاع الميدانية. هناك توتر شديد داخل مدينة القدس، خاصة بعد قرار المجلس الأمن المصغر الكابينت الإسرائيلي بهدم منازل منفذي العمليات في القدس المحتلة، وخاصة منزل الشهيد الشلودي الذي قام بعملية طعن ودهس لمستوطنين في مستوطنة عطيون. الأمر الثاني أيضا، هناك سيتم هدم منزل منفذي عملية الكنيس أمس غسان وعدي أبو جمل في الساعات المقبلة، ولكن إلى هذه اللحظة الاحتلال لم يفرج عن جثتي الشهيدين ويتحفظ عن إعلان موعد لتسليم الجثث إلى ذويهم، خاصة في ظل التوتر الشديد الذي ساد المستوطنين الذين خرجوا كما ذكرتم في متن الخبر بإطلاق نار على حي الطور، ليس فقط في الطور بل في عدة مناطق متفرقة من القدس المحتلة. جاء ذلك بعد قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسجيل حمل السلاح ورخص السلاح لكل من المستوطنين واستخدامهم متى شاءوا. يعني هذا يبدو أنه تصعيد وضوء أخضر للمستوطنين الذين يحاولون الانتقام تحت شعارات الموت للعرب والموت للمسلمين. أما على صعيد آخر ميداني، هناك مواجهات ما زالت مستمرة في مخيم شعفاط وفي بلدة شعفاط في القدس المحتلة بين الشبان الذين بدأوا برشق الحجارة على القوات الإسرائيلية والتي باشرت بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز. إلى ساعة متأخرة من الليل لم تهدأ الأوضاع داخل القدس المحتلة في كل قراها طور باهر وأيضا جبل المكبر مسقط رأس الشهيدين، تهديد من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين كما حكم في حي المسرارة شرقي مدينة القدس،
وأيضا هناك اقتحام للمسجد الأقصى، هذا الأمر لابد من ذكره. اقتحموا عشرات المستوطنين الباب المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة من بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بشتم الأنبياء وشتم الرسل يعني ترديد. نعم ثروة، هذا عن الوضع الميداني، ولكن ماذا عن الوضع السياسي؟ ألا توجد أي جهود ما بين الأطراف الفلسطينية عيات هذا الحادث المؤسف؟ دعينا نبدأ بموضوع إسبانيا واعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، هذا لربما الذي انتقده نتنياهو بشكل كبير جدا، خاصة أنه قال حسب بيان صدر عن مكتبه، قال أن هذا القرار وهو اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية ولو بشكل رمزي إلى حين التصويت عليه بشكل كامل، هو يوسع الفجوة ما بين عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال نتنياهو أن اعتراف إسبانيا يدلل نعم على، نعم ولكنه اعتراف البرلمان فقط ثروة وليست الدولة، اعتراف البرلمان، ولكن البرلمان سيؤثر بالتأكيد على الدولة بالاعتراف. نعم. يعني هذا التحليل السياسي الواضح. أيضا داخل أروقة الكنيسة هناك انتقادات كبيرة لنتنياهو بعدم يعني سد الحكم في القدس المحتلة، خاصة بعد العمليات المتعددة التي حدثت، وانتقادات كبيرة على طريقة حكم نتنياهو للمدينة المقدسة من خلال التشديد الكبير الذي حصل في الفترة الأخيرة. نعم. أيضا هناك انتقادات حصلت للرئيس الفلسطيني أبو مازن بعد إدانة عملية القدس، ولكن هذا أمر لابد منه، خاصة أن العملية دبلوماسية وليست عملية فقط سياسية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. نعم ثروة شقرة مراسلة النيل من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. وما زلنا في ذات الملف، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن إدانته لحادث الكنيسة اليهودية، مؤكدا رفضه التام لاعتداء على المدنيين وأماكن دور العبادة. وأكد الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع المجلس الفلسطيني الأمني المصغر برئاسته إدانته للاعتداء على الحرم القدسي وعلى الأماكن المقدسة. طبعا نحن مثل هذه الأحداث ندينها بشدة، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يعتدى على المدنيين. وهنا نقول أنه في الوقت الذي ندين هذا العمل أيضا ندين الاعتداءات على الحرم القدسي وعلى الأماكن المقدسة. مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك مستمر منذ احتلال القدس عام 1967. وشملت هذه الاعتداءات اقتحامات وجرائم عدة ضد المسجد وسكان القدس، وما زال الأقصى الشريف يتعرض لانتهاكات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال وعدوانا صارخا بحق المسلمين الذين يرتادون المسجد للصلاة. المزيد حول أهم الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى ومحيطه يقدمها الزميل أحمد فؤاد. تاريخ طويل من جرائم المحتل الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى لا تنساها ذاكرة العربية أبدا، فكانت ولا تزال عبر اختلاف الأزمنة تحاول نيل من المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. في عام 1967 استولت إسرائيل على مفتاح باب المغاربة لتيسير دخول المتطرفين اليهود إلى حائط البراق كلما أرادوا، ورفعوا العلم الإسرائيلي أعلى قبة الصخرة وحرقوا المصاحف وبدأوا بالحفر بحثا عن أي أثر لهيكل سليمان المزعوم. في عام 1969 وقع حريق المسجد الأقصى على يد شاب يهودي، ما أسفر عن تدمير أجزاء من سقف المسجد ومنبر صلاح الدين الذي شيد قبل 800 عام. في عام 1982 فتح جندي إسرائيلي النيران بشكل عشوائي على المصلين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 60 فلسطينيا. وفي عام 1990 وضع متطرفون يهود حجر الأساس للهيكل المزعوم في ساحة الأقصى، كما فتح الجيش الإسرائيلي النار على المصلين الذين هبوا للدفاع عن المسجد، ما أودى بحياة 21 فلسطينيا. في عام 2000 اندلعت انتفاضة الأقصى بعدما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إريل شارون الحرم الشريف وسط عشرات المسلحين مرتكبين عددا من المجازر، كان أشهرها استشهاد الطفل محمد الدرة بين يدي أبيه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنة.
وفي عام 2011 قامت جماعات يهودية بلصق صور العلم الإسرائيلي على حوائط المسجد الأقصى بعد أن طردت المصلين منها، كما حاول أحد جنود الاحتلال إلقاء قنبلة حارقة على المسجد قبل أن يتمكن الفلسطينيون من منعه. في عام 2013 اعتدى الاحتلال الإسرائيلي على طالبات كن يشاركن في حلقات علم داخل باحة الأقصى، وركلوا القرآن الكريم بأقدامهم بهدف عدم السماح لهم بالرباط داخل المسجد. وفي عام 2014 شهد عمليات اقتحام متكررة للمسجد من جانب المستوطنين اليهود الذين يطالبون بتغيير الوضع القائم في المسجد وإقامة صلواتهم في الحرم الشريف. كانت هذه مشاهدينا نبذة حول الجرائم الإسرائيلية التي لم تتوقف يوما ما بحق الأقصى منذ احتلاله عام 67 وحتى يومنا هذا. وإلى الملف العراقي، حيث أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية بأن طيران التحالف الدولي قصف بشكل مكثف تجمعات لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من الموصل. من جهة أخرى كشفت الأمم المتحدة عن مقتل 10,000 عراقي وإصابة 20,000 آخرين منذ بداية العام الحالي، فيما أبدت استعدادها لإرسال لجنة إلى العراق للتحقيق بجرائم تنظيم داعش الإرهابي. ولا زال القصف الجوي لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية متواصلا أملا في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتطهير المنطقة والعالم أجمع من أعماله الإجرامية. طيران التحالف قصف بشكل مكثف تجمعات للتنظيم في مناطق متفرقة ومتعددة في الساحلين الأيمن والأيسر من مدينة الموصل، وبينهما مستودع للتنظيم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة استندوا إليها. في الوقت ذاته قصفت طائرة بدون طيار مواقع للتنظيم شرقي محافظة نينوى، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 9 أشخاص من التنظيم، فضلا عن تدمير عدد من الآليات والمعدات التابعة لهم. وتزامنا أعلنت السلطات العراقية عن افتتاح مصفاة بيجي بشكل رسمي من قبل القوات الأمنية، كذلك الحشد الشعبي بعد تحرير المنطقة من سيطرة التنظيم بالكامل، موضحة أنها قامت بتفكيك العبوات الناسفة كافة. وفي السياق ذاته أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي مالدينوف أن استراتيجية الحكومة العراقية الجديدة والقاضية بتجنيد الأكراد من القبائل المحلية للمساعدة في مكافحة مقاتل تنظيم داعش قد بدأت تؤتي ثمارها. مالدينوف صرح أمام مجلس الأمن أن إقدام عناصر داعش المتطرف على قتل نحو 322 عضوا من عشيرة البونامر دفع بالعشائر الأخرى إلى التحالف مع الحكومة لقتالهم، داعيا المجموعات الأخرى التي لا تنتمي إلى التنظيم إلى التحاور مع حكومة بغداد، وذلك بهدف حل الخلافات معها والانضمام إلى حملة الحكومة ضد التنظيم. من جهة أخرى كشفت الأمم المتحدة عن مقتل نحو 10,000 عراقي وإصابة 20,000 آخرين منذ بداية العام الحالي، وقد بدأت استعدادها لإرسال لجنة إلى العراق للتحقيق بجرائم تنظيم داعش الإرهابي. وبدوره قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين في كلمة له خلال الجلسة في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في العراق إن داعش نفذ جرائم لا يمكن إنكارها وتفوق الوصف، مشيرا إلى أن الجرائم التي ارتكبت في العراق من قتل وانتهاك واغتصاب كذلك بيع النساء والفتيات الصغيرات والأطفال انتهاك متعمد لحقوق الأقليات بحجم الإبادة الجماعية. أما في سوريا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المقاتلين الأكراد قد سيطروا على مبان يستخدمها التنظيم شمال مدينة كوباني وحققوا تقدما في وسط المدينة، بالإضافة إلى الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها قذائف RPG وأسلحة خفيفة وأسلحة للقناصة وألاف الطلقات النارية المخصصة للرشاشات الثقيلة. أفهد مصدر عسكري ليبي بقتل جندي وإصابة 7 آخرين بمدينة بني غازي جراء الاشتباكات الدائرة مع قوات مجلس شورى ثوار بني غازي، لافتا إلى أن الجيش كبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. جاء ذلك عقب إعلان الجيش وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 12 ساعة بمدينة بني غازي اعتبارا من 7 صباح اليوم لتسهيل عملية إجلاء المدنيين من مناطق القتال وإسعاف الجرحى. من جانبها أعلنت قوات فجر ليبيا أن الوضع الميداني في كاكلا شبه مستقر
وإن قواتها ما زالت متمركزة في محاورها على الرغم من وجود اشتباكات متقطعة بينها وبين قوات القبائل والزنتان التابعة للجيش الليبي في مواقع متفرقة بجنوب غرب طرابلس. وبانوراما النيل لا زالت مستمرة مع حضراتكم، وفيها بعد الفاصل الاقتصادي. تواصل المباحثات بين إيران والقوى الدولية بغرض التوصل للاتفاق النهائي بشأن الملف النووي الإيراني قبل 24 من الشهر الجاري. الوزراء يناقش في اجتماعه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والترسيم الإداري الجديد للمحافظات. تصاعد حدث التوتر في القدس المحتلة عقب حادث الكنيسة اليهودي، وسلطات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني المسؤول عن الهجوم. قصف جوي مكثف يستهدف تجمعات لتنظيم داعش في الموصل، والأمم المتحدة تقول إن جرائم داعش في العراق ترقى لحجم الإبادة الجماعية. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. يصحبنا في هذه الوقفة الزميل الأمير داود. تفضل أمير. شكرا لك عم، شكرا غادة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما نتابع فيها. رغم صعود مؤشراتها الرئيسية بشكل جماعي تفقد نحو 7 مليارات جنيه. أهلا بكم من جديد، ونبدأ من البورصة المصرية والتي واصلت مؤشراتها الرئيسية صعودها الجماعية في منتصف تداولات اليوم الأربعاء، مدعومة بمشتريات المصريين والأجانب قابلتها عمليات بيع للمستثمرين العرب. ورغم صعود المؤشرات تراجع رأس المال السوقي إلى 528.5 مليار جنيه مسجلا خسائر بنحو 7 مليارات جنيه. أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة قد ساهمت في زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة في مصر إلى نحو 13 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة بنحو 3 مليارات دولار من شهر يناير إلى شهر سبتمبر من هذا العام. وقال الوزير خلال لقائه مع بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل 90% من هيكل الاقتصاد. قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي أنه اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2015 سيتم تعميم تطبيق كروت البنزين الذكية بجميع محافظات الجمهورية. وأضاف العربي أن كروت البنزين الخاصة بالسيارات ستكون خاصة بكل محافظة، وأنه في حال رغبة صاحب السيارة في التموين من محطات خارج حدود محافظته فإن المحطة ستقوم بذلك عن طريق كارت الطوارئ الخاص بها وبنفس السعر المدعم. توقع بنك الكويت المركزي أن تلتزم البنوك الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية وما أصدره البنك المركزي من لوائح في تعاملها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، مبينا أنه لم يضع قيودا أو ضوابط جديدة في هذا الصدد، وهو ما يعد تأكيدا غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات
أشارت صحيفة الرأي الكويتية في تقرير لها أن بنك الكويت المركزي قد سمح للبنوك الكويتية بالتعامل بالمشتقات مع المصارف الأجنبية بعد أن كان قد حضرها إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، وتضرر بنك الخليج الكويتي بشدة جراء التعامل بها. أعلنت السلطات السودانية أن حجم الصادرات غير البترولية قد بلغ خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 2,397,000,000 دولار. وقال وزير الدولة بوزارة التجارة السودانية جهاد حمزة حماد أن قطاع المعادن قد حقق 1,247,000,000 دولار، في حين بلغ حجم صادرات قطاع الثروة الحيوانية نحو 549,000,000 دولار. وأضاف حماد أن صادرات القطاع الزراعي بالبلاد بلغت نحو 437,000,000 دولار، والقطاع الصناعي وصل إلى نحو 108,000,000 دولار. قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري أن ليبيا تتطلع إلى استئناف إنتاج النفط من حقل الفيل في جنوب غرب البلاد الأسبوع المقبل. وأشار الحراري إلى أن المهندسين بدأوا في عمليات الفحص الفني وأعمال الصيانة لحقل الفيل الذي تشارك إيني الإيطالية في إدارته مع المؤسسة الوطنية للنفط. وجرى إغلاق حقل الفيل قبل أكثر من أسبوع، وذلك بعد إغلاق حقل الشرارة المجاور له نتيجة الاشتباكات المسلحة. وصلت أسعار العقود الآجلة لمزيج الخام القياسي الأوروبي مزيج برنت تراجعها قبيل اجتماع مرتقب لأوبك، وهبط سعر عقود مزيج نفط برنت الخام عند التسوية إلى 1.6% ليسجل نحو 78.47 دولارا للبرميل. كما انخفض سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف عند التسوية بنسبة 1.36% ليسجل نحو 74.61 دولارا للبرميل. ختام هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزملاء غادة فاروق وعمرو عبد المجيد واستكمال البانوراما. شكرا لك أمير على هذه الوقفة الاقتصادية. أهلا بكم جديد مشاهدي الكرام. وإلى الشأن الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن دفع المفاوضات النووية خلال الأيام القادمة يتوقف على مدى الإرادة السياسية للخروج بنتيجة منها، مشددا أن بلاده ستقاوم الضغوط الغربية الرامية لجعلها تقدم ما تعتبره تنازلات مفرطة من جانبها. من جانبه وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجولة الأخيرة من المباحثات بالأسبوع الحرج، داعيا طهران إلى بذل كل الجهود الممكنة لتثبت للعالم أن برنامجها النووي لأغراض سلمية. أيام قليلة وتنتهي المهلة المحددة بين إيران والقوى العالمية الكبرى للتوصل للاتفاق النهائي حول برنامج طهران النووي بحلول 24 نوفمبر الجاري. ماراثون المفاوضات الجاري في جنيف يسعى لحل نهائي لأزمة البرنامج الإيراني المثير للجدل الذي تشتبه الدول الكبرى في أنه غطاء سلمي لطهران لامتلاك قنبلة نووية. طهران من جانبها تنفي وبشكل قاطع الأمر، مؤكدة في الوقت نفسه حقها في برنامج نووي سلمي للأغراض المدنية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال لدى وصوله لفيينا أنه من الممكن التوصل لاتفاق تاريخي بشأن الملف النووي الإيراني إذا لم تطرح القوى الكبرى ما وصفها بمطالب مبالغ فيها. أنا على ثقة بأننا جئنا إلى هنا للتوصل إلى حل يحترم حقوق الشعب الإيراني ويبدد المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي، وسوف نتوصل إلى نقطة تفاهم إذا كان لدى الجانب الآخر رغبة سياسية في ذلك. من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طهران لبذل كل الجهود الممكنة أثناء المفاوضات كي تثبت للعالم أن برنامجها النووي المثير للجدل سلمي. كان هذا أسبوعا حرجا للغاية في المفاوضات، وقد عملت إيران كما هو واضح مع المجتمع الدولي في كل الجهود الممكنة لمحاولة إثبات سلمية برنامجها النووي. وخلال المفاوضات الجارية يتعين على المفاوضين البتة في مسألة قدرات تخصيب اليورانيوم التي قد تحتفظ بها إيران بعد التوصل للاتفاق، وكذلك مفاعل أراك للمياه الثقيلة، إلى جانب نظام التفتيش المستقبلي على المنشآت النووية في إيران وكذلك وتيرة رفع العقوبات. وبينما يتوقع مراقبون أن تفشل المفاوضات الجارية في التوصل لاتفاق نهائي شامل بحلول المدة الزمنية التي اتفق عليها العام الماضي،
تكمن المخاطر في عرقلة مسيرة المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 في حال تمديد المهلة النهائية، حيث سيندرج عليها تمديد فرض العقوبات الدولية المطبقة على إيران، الأمر الذي سيشكك في التزام طهران بأية مفاوضات نووية جديدة. احتفلت السفارة العمانية بالقاهرة بعيدها القومي 44 في احتفالية كبرى شارك فيها لفيف من السفراء العرب والأجانب ورجال الفكر والسياسة والثقافة والإعلام. السفير العماني بالقاهرة الشيخ خليفة الحارثي أكد عمق العلاقات المصرية العمانية في كافة المجالات، مشيرا إلى سعي البلدين لتطويرها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. علاقات متميزة تربط مصر بسلطنة عمان ظهرت جلية خلال احتفال السفارة العمانية لدى القاهرة بعيدها الوطني 44، حيث أكد الشيخ خليفة الحارثي سفير عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على وقوف بلاده ودعمها لمصر قيادة وشعبا. هذا الاحتفال هو احتفالين، احتفال العيد الوطني واحتفال اطمئنان على صحة جلالة السلطان، وكون هذا الاحتفال يقيم في مصر ومشاركة الإخوة المصريين دليل على العلاقات، عمق العلاقات العمانية المصرية، والتي نأمل إن شاء الله أن تتجه من الأفضل للأفضل. وبالتأكيد أن هذا الحضور يمثل مدى محبة السلطنة لدى الإخوة المصريين، وهناك أيضا محبة لمصر لدى كافة العمانيين، ونأمل إن شاء الله دائما مثل هذه المناسبات والتواصل. الاحتفالية التي شارك فيها عدد كبير من رجال الفكر والثقافة والدبلوماسيين والإعلاميين عكست عمق العلاقات بين السلطنة والدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص. بنحتفل بتقدم جديد في هذه العلاقات، قريبا إن شاء الله سوف تنعقد لجنة مصرية عمانية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية، وإحنا اليوم الوجود النهاردة بيعبر عن مختلف جوانب هذه العلاقات، إنها علاقات اقتصادية، علاقات سياسية، علاقات ثقافية. لبنان وعمان بلدان عربيان صديقان، وبتعرفي أن لبنان هو صديق لكل البلاد العربية، وبهذه المناسبة أتمنى عمان الاستقرار الدائم والازدهار والدور المتزايد في القضايا العربية والإقليمية. يأتي احتفال السلطنة بعيدها الوطني هذا العام في ظل إنجازات عدة شهدتها السلطنة إثر تولي السلطان قابوس ابن سعيد مقاليد الحكم في عام 1970، وهي تواصل مسيرة تنميتها تحت قيادة باعث نهضتها السلطان قابوس ابن سعيد. تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني 44 وسط تطلعات العمانيين صناع الحضارة والتاريخ العظيم لتحقيق التطور المتسارع والتقدم المتنامي لملاحقة متغيرات الواقع. من مقر الاحتفالية أمل صبري، النيل. بانوراما النيل مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل الرياضي. شاشة إلكترونية عملاقة بحجم ملعب كرة القدم لجذب المزيد من الإعلانات لميدان تايمز بنيويورك.